ما تزال تداعيات رد الاتحاد الدولي لكرة القدم على قضية مباراة الجزائر والكاميرون خلال الدور الفاصل يلقي بظلاله على الساحة الرياضية الجزائرية رغم مرور 56 يوما على تلك المواجهة المشؤومة التي كان بطلها الحكم الغامبي بكاري قصما. وبالعودة إلى آخر المستجدات المتعلقة بالقضية، فإن هيئة شرف الدين عمارة تنتظر ردا جديدا مقنعا لإزالة اللبس والإبهام الذي ميز البيان الأخير للفيفا والذي جعل كل جزائري يغني على ليلاه ويؤوله بحسب ما فهمه. ويعيش الاتحاد الجزائري لكرة القدم أسبوعا حاسما من أجل الإقدام على خطوة جديدة قد تكون سابقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، وهي اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل أن تشكو لجنة التحكيم التابعة للفيفا والتي يرأسها الحكم الإيطالي كولينا الذي تعامل مع القضية بكل برودة، كما كشف بيانه عن بعض الخروقات القانونية عندما تولى مدير التحكيم ماسيمو بوساكا التوقيع على البيان، وهو ما يتنافى مع القوانين الأساسية للفيفا التي وضعتها في موقعها الرسمي بحكم أن القضية المتنازع فيها تتعلق باستشارة الأعضاء 13 على مستوى لجنة التحكيم من أجل الفصل واتخاذ القرار النهائي. ورغم حيازة الفاف على بعض الأدلة والخروقات القانونية، إلا أن الفاف تريد التريث قليلا لأن إيداع شكوى لدى المحكمة الرياضية الدولية ضد لجنة التحكيم التابعة للفيفا هو قرار قد يكلف الجانب الجزائري غاليا في الاستحقاقات المقبلة، وتعتبره الفيفا ضربا لمصداقيتها خاصة في ظل نية رئيسها جاني إنفانتينو في الترشح لعهدة أخرى. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.